إذن أعزائي المشاهدين، نبدأ بملف جمعية المركز الإسلامي وفصل أكثر من 400 عضو من الهيئة العامة المؤسسين السابقين بقرار ملتبس. سنحاول أن نذهب باتجاه فهمه قانونيا وإجرائيا وأيضا سياسيا. زملائنا عدوا تقرير زميلنا نبراس اليسوري حول جمعية المركز الإسلامي والقرار الأخير، نشوفه مع بعض. ويستمر مسلسل تدمير مؤسسات المجتمع المدني بإرادة حكومية، فمن خلال رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة جمعية المركز الإسلامي جميل الدهسات المعين من قبل الحكومة منذ 13 سنة وبجرة قلم، يفصل ما يقارب 400 عضو من الهيئة العامة للجمعية ودون تدخل من الوزيرة بسمة إسحاقات التي اكتفت بالتعليق على الأمر بأنها تتمنى على الجمعية إعادة الأعضاء. وعلمت اليرموك أن ضغوطاً مورست على إدارة أحد البنوك لإلغاء دفع الاشتراكات للأعضاء المذكورين، وإلا فإنه سيتم سحب جميع أرصدة الجمعية لديه، فيذعن البنك من فوره ويلغيها بعد 22 يوماً من الإيداع، في الوقت الذي يؤكد فيه عضو الهيئة العامة المحامي حكمة الرواشدة أن هناك نية مبيتة لفصل الأعضاء، حيث لم يتم تبليغ جميع الأعضاء ووصل تبليغ من تم تبليغهم بعد انتهاء المدة، فيما تم اتخاذ القرار بالفصل رغم دفع الاشتراك قبل المدة القانونية وبعد إبلاغ الجمعية بالدفع حسب الأصول، وتم استلام الفيش البنكية باسم كل عضو بالهيئة العامة، ومع ذلك تم اتخاذ قرار الفصل. فما مصلحة الجمعية بالضغط على البنك ومن ثم فصل أعضائها المصددين؟ يقول الرواشدة: إذن هي نية مبيتة وتعطيل لدفع الاشتراكات بحسب العديد من الأعضاء من جهة مؤقتة مخالفة للقانون على مدى 13 سنة، بينما القانون يخولها العمل ضمن لجنة مؤقتة لمدة 60 يوما فقط، واليوم تقترب هذه اللجنة من 5000 يوم تصول فيها وتجول بلا حسيب أو رقيب بعد حل اللجنة المنتخبة لشبهات فساد لم يثبت منها شيء وثبت عدم مسؤوليتها عنها بأحكام قضائية. إذن فلماذا تخالف الحكومة القانون؟ هل هي عقلية الانتقام كما وصفتها النائبة حياة المسامي؟ والانتقام ممن؟ من المعوزين والمحتاجين والفقراء من أبناء الوطن؟ ولماذا لا تتمكن الهيئة العامة من عقد اجتماعها السنوي لتناقش ما يجري في جمعية هي الأكبر على مستوى المملكة؟ ولماذا تتخلى الجمعية عن أعضائها المؤسسين بهذه البساطة؟ ومنهم الأسماء المرموقة والمؤثرة والوازنة في المجتمع الأردني. فهل نقف اليوم أمام تصفية للأعضاء المؤسسين الذين بنوا هذه الجمعية منذ ما يزيد عن 50 عاما، وتزيد فروعها اليوم عن 50 فرعا، وأصولها المالية عن المليار دولار، وتقدم الخدمات لما يزيد عن 30 ألف يتيم، وترعى أكثر من 7 آلاف أسرة فقيرة، وغيرها من مؤسسات النفع العام المنتشرة على امتداد المملكة؟ أم نقف أمام تغيير جذري في بنية الجمعية بإضافة عضوية أفراد جدد وفصل ونقل وتغيير لمئات الموظفين في الجمعية لإحكام السيطرة على مفاصلها من فئة محدودة؟ وكل ذلك أدى وبالأرقام إلى تراجع غير مسبوق في الإنجازات والخدمات المقدمة للمستحقين، وتراجع في حجم التبرعات، وإغلاق عدد من المؤسسات بشكل ممنهج، هذا فضلا عن العديد من شبهات الفساد التي تثار حول بعض المشاريع المشتركة مع مؤسسات أخرى. اليوم على الحكومة إن كانت صادقة في نيتها في الإصلاح وتطبيق التوجيهات الملكية في دولة تظل الجميع تحت القانون الذي لا يزال يعتدى عليه ومنذ 13 سنة في سلب إدارة الجمعية من حقها في انتخاب إدارتها والقيام بواجبها ضمن إطار القانون، فإن عليها أن تعيد الأمور إلى نصابها دون تغول أو تغيير يفضي في النهاية إلى خسارة الوطن، إحدى المؤسسات الوطنية العريقة التي كانت رافعة للعمل الاجتماعي والخيري على مدى أكثر من نصف قرن. إذن نبدأ قراءة هذا الموضوع من خلال استنطاق القانوني، ومعنا على الهاتف الأستاذ المحامي بسام فريحات. أستاذ بسام، مساء الخير. النور يا ميت هلأ عمرك. يعني اليوم تتداول الكثير من وسائل الإعلام خبر فصل 423 عضو هيئة عامة في جمعية المركز الإسلامي. هل
يمكن فصل الأعضاء بهذه السهولة يعني، أو أم أن هناك إجراءات يعني كيف يمكن أن نتحدث عنها قانونيا، فصل أشخاص من هيئة عامة بهذا الزخم وبهذا الكم؟ نعم، مثل ما تفضلت أول شيء أنه يتداول، أنا شخصيا لم أطلع على أي قرار، وحتى ما نشر لم ينشر فحوى قرار محدد، أنه القرار يحتاج أن يكون بتاريخ برقم بفحوى بمحتويات وإله ديباجة معينة، هذا لم نقل عليه، إنما المعلومة هي معلومة متداولة عبر وسائل الإعلام والاتصال والتواصل. إن صحت هذه المعلومة فلا يجوز أن تكون إلا بناء على سند قانوني تعرف هذول الأعضاء في جمعية. نعم. وهناك أنظمة تحكم عمل الجمعيات، وكل جمعية لها نظامها، ومن ثم في قانون عام بحكم كل هذه الإجراءات. لا يجوز فصل أي عضو من جمعية، ما بالك إذا كان عدد كبير وعدد بالجملة بهذا العدد، إلا بالاستناد لنصوص قانونية سليمة وصحيحة. الآن لا يعني يمكن ليس من الصحيح أن يصير مؤول شو أسباب الفصل أو يعني السند الذي تم الاستناد إليه، لكن برضو نرجع للتداول، ما هو متداول إذا كان يتعلق في موضوع تسديد الاشتراكات فهذا السند هو باطل الذي استندت عليه الجمعية، لأنه هؤلاء الأعضاء حسب علمي أنهم قاموا بتسديد اشتراكاتهم خلال موعد المفتوح كان لتسديد الاشتراكات، وتم ذلك من خلال إيداع البنكي. وتعلم أنه مع تطور الحادث حاليا في كل البلد، الآن أصبحت الحكومة أي التزام لك تجاه الحكومة تقوم بدفعه من خلال البنوك، وهناك برامج أو شركات تقوم بتنفيذ ذلك. فهؤلاء الأعضاء حسب ما أعرف أنهم قاموا بدفع اشتراكاتهم عبر الإيداع البنكي في حساب الجمعية، ودخل هذا الإيداع دخل في حساب الجمعية، بالتالي هم قاموا بأداء الواجب المترتب عليهم من حيث الاشتراكات. إن كان هذا السبب يعني نرجع نقول إحنا نعم كل ما هو متداول، لا نرى قرارا ولم نرى ما هو التسبيب له. نعم. ولكل حادث حديث. طيب هبتدنا أستاذ بسام أن نظام الجمعية يعني هو الذي يحدد مثل هذا الفصل، هل أنت مطلع على نظام جمعية المركز الإسلامي قبل ما أسألك؟ نعم. يعني نعم. هل نعم. نظام جمعية المركز الإسلامي يخول في حال عدم دفع الرسم السنوي أن يفصل؟ يعني في لا نعم هو بالمجمل النظام المتعلق في جمعية المركز الإسلامي وكل الجمعيات وقوانين إنه فيما يتعلق في تسديد الاشتراكات تمنح حقا للهيئة الإدارية أن تفعل ذلك، لكن هناك محددات كثيرة بالقانون. أولا هذه هيئة إدارية مؤقتة. نعم. أنا برأيي وأنا محامي قمت بالطعن بقرار وزير التنمية الاجتماعية بتشكيل هذه الهيئة، لأنه القانون منحه في حالات معينة وزير التنمية الاجتماعية أن يعني يقرر تعيين هيئة إدارية مؤقتة لمرة واحدة وأن يكرر ذلك لمرة واحدة فقط. يعني أستاذ بسام أنا من المحامين اللي قمنا بالطعن بعد إذنك، كون هيئة إدارية مؤقتة يعني قتلة كلها الأمور الرئيسية دائمة يعني هذا نعم تختلف على خلاف الدائم. هي إدارية مؤقتة لها أسباب كذلك في القانون وفي النظام ما يسمح بتشكيلها، وهناك محددات وضوابط لوجود هذه الهيئة من حيث المدة والتمديد. هذه الهيئة الإدارية يمكن الرابعة أو الخامسة التي بعد تشكيلها إدارة مؤقتة، وهذا كلام مخالف للقانون، وهذا ما تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية وما أقرر أن عليه المحكمة الإدارية وألغت قرار وزير التنمية الاجتماعية بتشكيل الهيئة الإدارية، لكن عندما ذهب الموضوع للمحكمة الإدارية العليا لسبب ما ألغت قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الوزير. فابتداء هناك في علة هذه الجمعية ليست جمعية عادية أو دائمة، هذه هيئة إدارية مؤقتة لها أن تنفذ أو أن تجري الأمور وتسير الأعمال وفق ما هو ضروري ومضطر له، لا يجوز أن تنقلب إلى هيئة إدارية، هذا واحد. اثنين هناك بعض أحيانا المآرب الشخصية قد تكون في موضوع مثل هذا، لأنه قد تكون هناك انتخابات قادمة لانتخاب هيئة إدارية دائمة، وقد يشكل هؤلاء الأعضاء المفصولين قد يكون منافس لمن يرغب بالترشح، وهذا لا يجوز. من هو في السلطة أو من هو في الإدارة
أن يتحكم أو أن يستغل سلطته ووجوده في مكان ما حتى يهيئ الأدواء لبقائه في هذا المكان. نعم. وهو ما ننتقده دائما في كل مكان. لا يجوز أن يتم الجمعية مثل هذه الجمعية الخيرية قبل الانتخابات يعني. نعم نعم يضيف من يشاء ويضيف للهيئة العامة من يشاء من الأشخاص الذي قد لا يكون لديهم اهتمام بموضوع الجمعية أو حتى لا معرفة فيها ولا في مكانها ولا في غاياتها، فقط لغايات انتخابية. وبالمقابل يتم فصل أعلام، ومن تم فصلهم هم أعلام وذوات وقامات في هذه الجمعية التي بنت وساهمت في بناء هذا الوطن وسدت ثغرة كبيرة على الحكومة من حيث متابعة الأرامل والأيتام والمساكين والشأن التعليم والشأن الصحي. هذه الجمعية لها طابع خير كثيرة في كل مكان في هذا الوطن، ومن كان سببا في ذلك لا يجوز فيها يعني أن تكون مكافأته قبل نهاية حياته أن يتم فصله من هذه الجمعية. وهناك قامات كثيرة مع معصورة وغرفت والأسماء ساهمت ولا يهدي أبيضاء في كل مكان، ربما لا يجوز إخضاعها للنزاع الشخصي أو النزاع السياسي. السؤال الأخير، هؤلاء 423 إلى أين يمكن أن يذهبوا؟ إلى أي أنواع من المحاكم؟ وهل يمكن أن تفصل في قضاياهم بسرعة، خاصة كما أشرت إذا كان مبيتا أن يكون هناك انتخابات لتثبيت هيئة عامة دائمة؟ نعم الآن طبعا لهم ابتداء اللجوء لدى ذات الجمعية. نعم. الآن هذا قرار رئيس سقطين وليس منزلا. نعم. هذا ابتداء زي ما احنا ذكرنا أكثر مرة حتى نبسط رقابتنا عليه ونقيمه، يجب أن نراه القانون من حيث القرار عفوا من حيث صحواه والاستناد للجهة أو يجب أن يبلغوا. صحيح أستاذ بسام، يبلغوا طبعا يبلغوا. ولهم ابتداء أول شيء اللجوء والعودة إلى الجمعية للاعتراض على هذا الموضوع ونقض السبب الذي تم لأجل هذا القرار، إن كان مثل ما تفضلنا ما تفضلت ونتوقع موضوع الاشتراكات فله ما يرد عليه فيه، إن كان موضوع آخر بكل الأحوال القضاء موجود ونحن نثق بقضائنا، قضاء عادل ونزيه، لكل متضرر أن يلجأ إليه وأن يطالب بحقه، وإن شاء الله أن يستوفيه إذا أحسن إتقان حجته وتقديمه للقضاء. نعم. وبالآخر يعني دائما الحق هو الذي ينتصر. نعم. بدي أشكرك على وقتك، بدي أشكرك على كل هذه التوضيحات القانونية الأستاذ. نعم. المحامي بسام فريحات، شكرا. شكرا أستاذ بسام. شكرا. أيضا معنا على الهاتف سعادة النائبة الدكتورة حياة المسيمي. سعادتك مساء الخير. أهلين، مساء النور. أهلين فيك ويسعد مساك. يعني يبدو لغط كبير بعد ما تداولته وسائل الإعلام عن إقصاء أكثر من 400 عضو هيئة عامة في جمعية المركز الإسلامي، وقصة جمعية المركز الإسلامي قصة يعني قديمة وتراجيديا ربما بدأت من 2006 إلى اليوم، وحتى الآن يعني هناك أسماء أيضا من المؤسسين تتداولها وسائل الإعلام أنه تم فصلها. كيف تعلقين على هذا الأمر؟ كيف ترينه يعني إذا كان في عندك موقف أو معلومات حول تداعيات هذه القضية؟ تفضل. نعم، أولا يسعد مساك أستاذ عمر. يعني هناك مواقف كثيرة حدثت مع جمعية المركز الإسلامي من 2006 حتى الآن، كان لابد من الوقوف عندها والحديث عنها وإثارة لغط، ربما إثارة لغط أكبر من اللغط الذي يثار هنا. لكن ما حدث مؤخرا أو أخيرا بالخطوة الأخيرة هذه، وهي فصل المؤسسين، فصل أهل الجمعية، فصل من بنوا الجمعية، فصل من قدموا للجمعية، فصل من وصلت الجمعية على أكتافهم إلى ما هي عليه، هذا أثار، خاصة أن هناك الكثير من الناس الشخصيات المعروفة، هذا أثار اللغط، وهو يعني كلام أو موضوع خطير. لكن كما قلت لك قبل، من 2006 عندما تجاوزت الحكومة التي حلت الهيئة الإدارية والحكومات التي بعدها، تجاوزت كل القانون، هي حكومة تدعي زيادة القانون، تجاوزت القانون وحولت الجمعية من هيئة إدارية مؤقتة إلى هيئة إدارية مؤقتة أخرى، وهكذا مع كل هيئة إدارية كانت تحدث الكثير من الأمور، كان يتم إبعاد الجمعية عن يعني عن أهدافها الرئيسية، كان يتم يعني التطاول على موظفيها، لكن لم يحدث بهذا الزخم، بهذه المبالغة، مثل ما حدث مع الهيئة الإدارية الأخيرة. وأنا أعتقد أن وجود هيئة إدارية لمدة 6 سنوات، هيئة إدارية هي أكثر من عمر الحكومات، هذا العمر الطويل لنفس الهيئة الإدارية وأن تغير بعض أشخاصها بين فترة وأخرى جعلها تتغول، وهذا التغول أخذ عدة أشكال، إن هذه الأشكال محاولة الانحراف بالجمعية عن
عن ما أنشئت له. أنا أهدافها الرئيسية ومحاولة يعني كما يقولون تفريق الجمعية من أي أحد له علاقة بالهيئة الإدارية السابقة أو يمت بأي صلة إلى الحركة الإسلامية من قريب أو بعيد. يعني بعض الناس يتم سؤالهم يعني من زوجك للسيدات؟ من زوجك؟ يعني لهذه الدرجة يتم التعامل معها. وكما قيل على لساني بعض رجال الهيئة الإدارية الآن أننا نريد أن نخلص الجمعية من الدولة العميقة، أي يقصدون التخلص من أي أحد كان له علاقة بالهيئة الإدارية أو كان له علاقة بالمؤسسين. هذا العمل أدى إلى أنه تم يعني إقالة العديد من الناس، تم عقد العديد من التسويات مع الناس حتى يقبلوا بأن يخرجوا من الجمعية مقابل عدة أشهر. هناك عدة مناقلات للناس من مركز عملهم إلى مراكز أخرى بدون مراعاة لأي بعد إنساني أو اجتماعي أو صحي أو غيره. وإذا رفضت فهذا الباب كما يقولون يسع الجمل، يعني تستطيع أن تخرج أنت من هذا الباب. تم إقالة مديرات معروفين بكفائتهم، معلمات معروفات بكفائتهم. وفوق هذا أيضا هناك تراجع كبير في دور الجمعية التعليمي من خلال تناقص عدد طلاب المدارس. هناك تراجع كبير في دورها الخيري، وهناك حديث الآن عن أنها جمعية تنموية، وهناك مشاريع مثل مشاريع اليونسف ومشاريع اليوسيد وغيرها. ولذلك أنا أعتقد أن ما يحدث الآن في الجمعية هو محاولة أن يعني أن لا يكون لأي أحد من أهلها الأصليين أي علاقة فيها. والآن يمكن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، نريد الآن نريد أن تطوي ربما الحكومات بالتعاون مع هذه الهيئة الإدارية أن تطوي صفحة هذه الجمعية بأن تلغي وجود أي أحد من الناس الذين أسسوا الجمعية، وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك أي حديث آخر. لذلك أنا أعتقد أن الموضوع خطير. القرار سياسي، القرار سياسي دكتورة؟ نعم، أصلا القرار منذ 2006 هو قرار سياسي. الآن هو ما زال قرارا سياسيا، ولكن دخل عليه أيضا يعني خلينا نقول الصراع الفكري، ودخل عليه الصراع خلينا نريد أن نقول ما بين الأخوة الأعداء إلى آخره. هناك الآن صراع فكري الآن جديد عدا عن الصراع السياسي. دكتور حياة، يعني هل ستستسلم الهيئة العامة لهذه التبدلات؟ هل ترين أن هناك يعني حلا افقا؟ هناك يعني ايضا قانون وقضاء فيما يتعلق بهذا الفصل التعسفي. نعم، انا اعتقد اننا يعني ما نعمل به بقضائنا ان ياخذ الناس حقوقهم. لم يبقى لدينا الا هذا الامر اللي هو الامر القضائي، لكن هناك الامر السياسي. ونحن عندما نسعى كنواب لإيجاد حلول من خلال الوزراء المعينين او حتى من خلال دولة الرئيس، يعني هنا يصطدم الموضوع بالعقبة السياسية، وهي أن هذه الجمعية محسوبة على ناس معينين، ولذلك الحل لها سياسي وغير ذلك. وذلك لابد من حل سياسي، لكن أيضا الحل القضائي هو الحل الذي يؤشر بالنهاية أن المشكلة القضائية أو القانونية معروفة، الإجابة القانونية معروفة وسهلة، لكن الخطوة الأهم هي الخطوة السياسية. حكومة الرزاز، دكتور الرزاز، سيحرج النهضة، دولة القانون، دولة الرعاية، على ما يبدو. نعم. أن يعني الهيئة المؤقتة ضربت بكل ذلك عرض الحائط وهي تابعة للحكومة. نعم، يعني حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز أنا تحدثت معه فوجدت أنه خالي الذهن عن الموضوع. وإحدى وزراء السابقين تحدثت معها فقالت لي بصراحة أنه ربما نذهب نحن من مواقعنا ولا تذهب الهيئة الإدارية، لأن الهيئة الإدارية مسنودة بطريقة أخرى. هكذا قالت لي أو قيل لي من بعض الوزراء. إذن يعني حكومة دولة الرزاز إذا لم تثبت ولايتها العامة في بعض القضايا هذه، فأعتقد أنها سيكون صعب عليها أن تثبت ولايتها في قضايا أخرى. نعم، بدي أشكرك على وقتك. شكرا لك سعادة النائبة الدكتورة حياة المسيمي، حدثتنا عن أيضا ربما سرتري لما يجري في جمعية المركز الإسلامي. شكرا دكتورة حياة. أيضا معنا على الهاتف معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات. معاليك مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا. يعني اليوم تتناول وسائل الإعلام قصة فصل مجموعة لا يستهان بها أكثر من 400 عضو في الهيئة العامة في جمعية المركز الإسلامي.
ومنهم أسماء يعني من المؤسسين. كيف تقرأ القرار بخبرتك؟ والله يا أخي منذ البداية هناك مخالفة قانونية لنظام الجمعيات الخيرية في 2007 عندما تم وضع اليد على الجمعية، وتم إضافة أسماء جديدة كمؤسسة للهيئة العامة. الهيئة العامة السابقة كنا فيها حوالي 300 واحد. ولما اجوا يعني الحكومة وضعت يدها على الموضوع أضافت أسماء جديدة بالمئات ووضعوا يدهم بصورة غير قانونية، وبقيت وضعوا مدراء وبدلوا مدراء ويعني سنوات. فبالتالي يعني حقيقة أذكر بس حادث في عهد الدكتور عون الخصاوني لما هو رئيس حكومة. وزيرة التنمية في عهده درست الموضوع ووجدت أن هناك مخالفة قانونية، القانون لا يجيز حل الهيئة الإدارة أكثر من 60 يوم وبعدها يجب أن يعاد انتخاب هذه المخالفة بقيت يعني ما حد طلع فيها، ووضعوا يدهم بطريقتهم الخاصة الحكومة على وعينوا مدراء وعينوا إلى آخر وعملوا اللي عملوه. في عهد الدكتور الخصاوي وزيرة التنمية في عهده لا أعرف من يعني راجعت القانون وجدت في مخالفة قانونية. فشكك للرئيس، والرئيس قال لها حتى في مجلس النواب سمعت شرحت انه في مخالفة قانونية. فبالاخير اتصلت بي الوزيرة وقالت لي والله انا حاب اشوفك لان الرئيس وصى اني احكي معك وابحث معك في الموضوع. هي اسمها نسرين بركات، معالي نسرين بركات. نعم. فاجت حقيقة اتصلت روحت انا عندها فقالت لي والله الرئيس طلب مني اني يعني انك انت تتوكل بها الجمعية وتعيدها الى ما كانت عليه سابقا. حلو. فقلت له والله انا جاهز لكن انتم ما بتقدروا عليها. مش ملفكم. هي وزيرة ورئيس حكومة مكلفة. قلت له ما بتقدروا عليها. فقالت لا احنا نقدر. قلت شو الحل عندك؟ قلت الحل عندي هو دعوة الهيئة العامة الاصلية وتسليمها المسؤولية، والناس الذين أضيفوا من قبل الحكومة لا يدعوا إلى هذا الاجتماع لأنه هم لا إضافتهم غير قانونية. فقالت أنا أريد أن أقوم بعمل أن أدعو الهيئة العامة الأصلية خلال أسبوع دون علم الآخرين ونتخذ قرار اللي بشوفوه. قلت لها الجماعة بسبقوك تخافيش. فقالت لا أنا بدعملها. قلت أعمليها. ثاني يوم رئيس الجمعية المعين من قبل الحكومة إجا جاب مبلغ مال حوالي 5000 دينار وقال للمحاسب اقطع وصولات بأسماء الناس الذين أضيفوا كأعضاء. فقلت لها يا ستي هذا مسبقوك. فقالت والله أنا ما بعرف يعني لهالدرجة. قلت لها هذا اللي أمامك. فحقيقة ست فاضلة ورئيس الحكومة كان حق متفهم وأنا ما حكيت معه، هو طلب إني أحل المشكلة. فقلت لهم انتهى الموضوع الآن، دعوا الهيئة العامة دفعوا رسوم الناس المدعومة هناك فأنتوا وقعتوا في المطب ويعني هذا عبث. فبقيت بهذا على هذا الموضوع حتى الآن، مخالفة فوق مخالفة. عينوا أكثر من مدير، عينوا بسام العموش، عينوا بدل الدكتور سلمان البدور وبعديها جابوا الدهيسات الآلوان. يعني حقيقة كل التعيينات هذه مخالفة للقانون. ولهذا أنا أجد أن الأصل فيها العودة إلى ما كانت عليه سابقا كما اقترحت
الوزيرة المصريين. وأنا أقول أن هذا هو الحل والعودة، لأن الجمعية جمعية كبيرة وخدماتها كبيرة، وليس لا أحد عليها سلطة إلا الخدمات العامة في الطب، لها مستشفيين كبار ومراكز طبية في المملكة، لها كلية مجتمع، لها مدارس خاصة، لها جمعيات للفقراء والمساكين إلى آخره. فيعني كم هائل من الخدمات تقدمها هذه الجمعية لما كانت واسعة والناس واثقين فيها. صحيح. الآن قلصوها الآن مع الأسف وأصبحت تتراجع. وننظر بأسف يعني أن الإصلاح العام تقتضي عودة الجمعية إلى ما كانت عليه وأعطاء، وخلي الهيئة العامة الأصلية تجتمع وتنتخب الإدارة الجديدة لها حسب القانون. نعم. طيب. بغير ذلك كل كلام عبث. طيب دكتور عبد اللطيف عربيات، باختصار لما يروحوا معظم المؤسسين السابقين 423 عضو، يعني عدد كبير، شو الخطوة القادمة اللي بيفكروا فيها؟ يبدو انهم يعني بيخططوا لشيء، قراءتك؟ لا، هو اخي الاصلية حوالي بديش 300-400 بديش بالضبط، حوالي الاصليين اللي هم اسسوها واللي هاي سنوات طويلة، مش سنتين. شو الهدف من ترويح الاصليين؟ هم اصحاب الحق القانوني. هم المؤسسين، هم المؤسسين وهم أصحاب الحق القانوني، وهم قانونا هم أصحاب الصلاحية والولاية. أما من أضيف من قبل الحكومة وهم لا يعرفون لماذا أضيفت أسماءهم، هم ليسوا أعضاء، ليسوا أعضاء. نعم. مثل ما حكى دولة أو الخصاونة، ادعوا مثل ما حكى فلان، ادعوا الهيئة العامة الأصلية ولتكن كذا وكذا، وهذه خامل عودة إلى القانون. نعم. أما الإضافات الجديدة هي مخالفة للقانون. نعم. ومعنى أنها مخالفة للقانون يجب أن تلغى، وما ليس لها حل إلا هذا الحل. بدي أشكرك على وقتك. شكرا لك معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات، حدثنا عن القرار الأخير المتعلق بالجامعة، ويستشرف ما ينبغي أن يكون، يتحدث ما ينبغي أن يكون، أن تعود الجمعية لمؤسسيها حتى تعود الثقة فيها، فتعود مرة أخرى التبرعات وتدفقها، وبالتالي تعود المشاريع الخيرية التي تقدم فائدة لهذه الأسر وللوطن الذي يعيش أزمة اقتصادية خانقة. وكما أشرت، ليس من المنطقي أن تضرب قناة ومشربا يفيدك في أزمتك الاقتصادية، ليس من المنطق. يعني الدولة والحكومة بتمد إيديها عجوب الناس، مش قادر توقف أرقام الفقر، مش قادر تعيل الأسر، صندوق المعونة الوطنية بيصيح وبنادي، وزارة التنمية الاجتماعية باتت عاجزة، بتيجي على جمعية كبيرة رأس مالها أكثر من مليار وبتضربها وبتحاول أن تجعل ثقة الناس فيها معدومة. يعني هنا السؤال، يعني أي عقل يدير هذا الملف؟ يعني هذا هو السؤال الكبير. نكاية سياسية لا تعني أن تتورط وتغرق في وحل اجتماعي، هذه مسألة أخرى. حبينا نطلع على هذا الموضوع، بذكر أنه حاولنا نتواصل مع الدكتور جميل دهسات، رئيس اللجنة المؤقتة في إدارة الجمعية اللي هي اتخذت القرار بفصل هؤلاء، حاولنا نتواصل معه أكثر من مرة، ما بيجاوبش على هاتفه، وعلى ما يبدو أنه ما قدرنا نوصل لحد يصرح فيما يتعلق بحقيقة ما جرى أو موقفهم ورأيهم في القضية. وسنبقى نتابعها قطعا، أنها ستتوضح معلومات وحقائق حول هذا الأمر، سنتابعها إن شاء الله في قادم الأيام. نكتفي، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.